صباح الخير عليكم. اللي بيسمع الرسالة دي فهي أكيد ليه دلوقتي. انتوا اللي بتسمعوا الرسالة دلوقتي ممكن تكونوا تعرضتوا في حياتكم لرفض كتير بخصوص العواطف، رغم ان انتوا كنتوا اللي بتحاولوا تقدموه هيفيد اللي قدامك مش هيفيدك انت. يعني ممكن تكون كنت بتطلب تضحي عشان شخص هو اصلا ما قبلش التضحية بتاعتك، وفجأة بدأت تحس انك كل الناس بتتكلم عليك او كل الناس بتتكلم عليكي، وكل الناس بصين بصة مش لطيفة مثلا ليك. كل ده هينتهي قريب جدا، وكل ده يحصل له تعافي. الوجع اللي انتوا حاسينه في قلبكم سواء بالمعنى المجازي او الحرفي هينتهي. اهم حاجة، اهم حاجة ان انتوا ما يهمكمش اي حاجة من كلام الناس. اي حاجة انتوا عملتوها بدفع الحب فهي مش غلط. انتوا محتاجين قلبكم يتعافى. اكتبوا في التعليق انا احب نفسي وأحب الحياة وأستقبل الحب الذي أستحقه بكل سهولة ويسر. صباح الخير عليكم وربنا يفرح قلبكم.